السلام عليكم، معكم قمر السقة. راح نكمل اليوم إن شاء الله، راح تكون آخر محاضرة عن الديابيتس. راح نكمل بالتريتمنتس اللي حكيناهم بخصوص الديابيتك، اللي هم الأنتي ديابيتك ايجنت أو أورال هايبوغلايسيميك ايجنت. حكينا من قبل عن التيزيديز، وحكينا كمان عن الميتفورمين، وحكينا كمان عن الانسولين سيكريتورز. هلا رح نحكي لهم السلفينيليوريا. هلا رح نحكي عن الالفا جلوكوسيداز انهبيترز. هلا حكينا من قبل انه الالفا جلوكوسيداز هذا هو عباره عن انزيم. ايش بيعمل هذا الانزيم؟ مسؤول انه للابسوربشن اوف كربوهيدرات، يعني مسؤول يكسر الكربوهيدرات عشان يحولها لسكر، تمام. ولكن احنا بدنا نعمل، يعني احنا بدنا نمنع تكوين السكر، فاحنا بدنا ايش نجيب زي ايجنت يكون بيعمل انهبيتر او انهبيشن لهذا الالفا جلوكوسيداز. فجبنا ايجنت اللي هم زي الاكربوز، المجليتول، والفوغليبوز. هدول عباره عن الفا جلوكوسيداز انهبيترز، يعني هدول رح يقللوا من او رح يعملوا انهبيت للانزيم ذات ريسبونسبل فور ذا ابسوربشن اوف كربوهيدرات، تمام. فبالتالي يعني رح يقللوا الابسوربشن او رح يبطئوا الابسوربشن تبع الكربوهيدرات، يعني رح يصير في عنا كربوهيدرات مش مكسر لجلوكوز جوا جسمنا. فهذا الاشي رح يعمل انهبت للبوست برادل هايبر جلايسيميا، صح؟ لانه احنا لسه ما كسرنا الجلوكوز، فاحنا قللنا الهايبر جلايسيميا الناتجة من الميلز، تمام؟ so it will inhibition of this enzyme slow the absorption of the carbohydrates اللي هم CHOs. كمان the postprandial rise in plasma glucose is blunted، يعني زي كأنه قللناه بشكل ملحوظ، يعني in both normal and diabetic subjects. They don't stimulate the insulin release. هدول ما إلهم علاقة على الإنسولين، يعني هدول ما إلهم علاقة على الإنسولين، وإنما ولا إلهم علاقة على البيتا سيل، وإنما إلهم علاقة بال الكربوهيدرات او البوست برانديال هايبرجلايسيميا، تمام. فانه ما رح يزيدوا هم الانسولين اكشن، يعني ما رح ياثروا ولا إشي على الانسولين، وانما لا رح ياثروا على الهايبرجلايسيميا او البوست برانديال هايبرجلايسيميا، تمام. فبالتالي هم ما رح يسببوا هايبوجلايسيميا. هاي من ميزتهم انهم ما رح يسببوا هايبوجلايسيميا، يعمل هيك ما رح يسببوا هايبوجلايسيميا. كمان it considered a weak، بيعدوا انه كتير ضعاف. ليه؟ because they don't have a role in hepatic production of glucose. هلا احنا من قبل حكينا انه احنا we have two types او two sources of glucose. حكينا عنا من سواء الميلي بناكلها بالبريكفاست بالدينر باللونش، او عنا من الليفر. مش حكينا بالليفر بيصنع عنا جلوكوز؟ فهلا هدول الادوية بس بيشتغلوا على الجلوكوز الجاي من الميلز، ما بيشتغلوا على الجلوكوز الجاي من الليفر. فبيصفي انه ماشي كأنهم يعني قللوا للنص، يعني فبيضل الجلوكوز تبع الليفر، وين بده يروح هداك، تمام. عشان هيك يعدوا شوي ضعاف ومش كتير بيستخدموا، تمام. So they are approved for patients with type 2 diabetes as monotherapy، انه كالحاله او combination مع السلفينيليوريا، انه يصير في عنا انه يحطوه ككومبينيشن، انه دواء يكون فيه combination بين السلفينيليوريا وبين الالفا جلوكوسيداز انهبيتر. لازم ناخده قبل الاكل، او يعني مثلا احنا هلا بدنا نبلش اكل، ناخده قبل الاكل فورا. فهمتوا علي كيف؟ انه عشان فورا يشتغلوا. هلا نشوف على الادفيرس افكت او السايد افكتس تبعون الالفا جلوكوسيداز انهبيترز. ايش في عنا سايد افكت؟ اول اشي عنا الاشياء سايد افكت بتتعلق بالجي اي تراكت. ليه؟ لانه هم كونهم الالفا جلوكوسيداز انهبيترز بيشتغلوا على الجي اي تراكت، فالاثار الجانبيه رح تتعلق بايش؟ بالجي اي تراكت. زي ايش مثلا؟ عنا زي الفلاتولنس، زي الدياريا، ابدومينال بين، تمام. ليه هدول ليه كلهم طلعوا؟ بسبب انه احنا لسه في عنا بالمعدة لسه في عنا undigested كربوهيدرات ما صار لها digestion، فاحنا عنا undigested كربوهيدرات. هاي رح تروح للقولون، فبالتالي رح يصير لها fermentation هناك، وهذا السبب بانه رح يصير في عنا flatulence، تمام. كمان في عنا هون اخر اشي بحكي لكم انه عنا نقطة للcontraindication. contraindication معناه انه ما بصير نعطي الدواء بهاي الحالة او مع هذا الدواء، هيك معناه كونترا انديكيشن. فالبيشنت وذ اي بي دي او الكولونيك ulceration او intestinal obstruction،
So the IBD هو الانفلاماتوري باول ديزيز اللي بعطينا كرونز ديزيز وبعطينا الكيراتيف كولايتس او عندنا كولونيك ألسيريشن اور انتستينال اوبستراكشن. يعني عندنا الامراض هاي اي شخص عنده هاي الامراض انه عنده انفلاميشن بالبول, عنده زي ألسيريشن بالقولون, عنده اوبستراكشن بالانتستين, هدول الاشياء كلها يعني هدول الامراض او الناس اللي معهم هاي الامراض ما بيصير ياخذوا الالفا جلوكوسيداز انهبيترز لانه هم اصلا بياثروا على الجي اي, فبصير ايش وضعهم مأساوي. تمام, ما بيصير. So they should not use these drugs. ايش في كمان عندنا من الادفرس افكت؟ الهايبوغلايسيميا. ولكن انتم هلا رح تحكوا لي طب احنا حكينا من فوق انه هم ما بيسببوا الهايبوغلايسيميا, ولكن انا رح احكي لكم انه هو مش حكينا انه احنا بنقدر نستخدمه كمونوثيرابي او ككومبينيشن مع السلفينيليوريا, صح؟ طب اذا استخدمناهم كمونوثيرابي معناه ما رح يسبب عندي هايبوغلايسيميا, ولكن اذا استخدمناه as a combination with سلفينيليوريا معناه انه لانه السلفينيليوريا رح تعمل لي هايبوغلايسيميا, فاوريدي انه احنا لانه عملنا كومبينيشن معاها فرح يصير يعمل هايبوغلايسيميا, انه النت افكت للكومبينيشن هذا رح يصير في عندي هايبوغلايسيميا. فشوفوا هون ايش كاتبين بالضبط. هايبوغلايسيميا may occur with the concurrent sulfonylurea treatment لانه احنا عملنا له كومبينيشن مع السلفينيليوريا. If hypoglycemia occurs, الدكستروز أو الجلوكوز should be administered. يعني إذا إحنا صار في عنا هايبوغلايسيميا أو بأي حالة صار في عنا هايبوغلايسيميا معناها هبوط بالسكر, إيش أول إشي بنعطيه؟ سكر. نعطيه جلوكوز أو دكستروز, أي إشي موجود عندنا بنعطيه إنه فيه سكر بنعطيه سكر. تمام؟ تمام. كمان ما بصير نستخدم الالفا جلوكوسيداز انهبيتر, ما بصير نعطيهم مع الناس اللي عندها رينال امبيرمنت. كمان بحكي لكم انه الاكربوز has been associated with reversible hepatic enzyme elevation. يعني ممكن الاكربوز يسبب لنا شوي elevation بالهيباتيك انزيم. تمام, فعشان هيك احنا عشان نضمن الامور ما بنعطيهم مع الناس اللي عندها هيباتيك ديزيز. كمان اذا ايش الاشياء, ايش الامراض اللي ما بصير نعطيهم مع الناس اللي عندها؟ اذا ارد اعيد السؤال, ايش الاشياء اللي ما ايش الامراض اللي ما لازم بهاي الامر او الناس اللي معها هاي الامراض نعطيهم الالفا جلوكوسيداز انهبيترز؟ اول اشي حكينا الاي بي دي انفلاماتوري باول ديزيز, حكينا كمان عن الكولونيك ألسيريشن والانتستينال ابستراكشن, هاي ثلاثه. اربعه كمان عندنا الرينال امبيرمنت, وخمسه هيباتيك ديزيز. تمام, هدول الناس كلهم ما بصير نعطيهم الالفا جلوكوسيداز انهبيتر, وبحاله الهيباتيك ديزيز اللي ما بنعطيه اكثر هو الاكربوز. تمام, طيب نيجي هسه لشيء كتير مهم, انكريتين بيست ثيرابيز. الانكريتين بيست ثيرابيز, هلا انا حكيت لكم من قبل اذا بتتذكروا ذكرت لكم شيء عن الانكريتين او حكيت لكم شوي عن الانتستينال هرمونز, حكيت لكم انه اذا احنا افرضوا عملنا زي تجربه واعطينا لشخص مرة أورال جلوكوز ومرة آي في جلوكوز. تمام, وبتعرفوا الأورال جلوكوز بيطول عبين ما يصير له, دائما الأورال أي إشي أورال يعني بيطول عبين ما يصير له absorption وهيك, ولكن آي في لأنه إحنا فورا نعطيه بالوريد فخلص فورا رح يدخل بالcirculation ويوصل ويعمل الإفكت تبعه. ولكن إيش لاحظوا؟ لاحظوا إنه stimulation of insulin secretion من الأورال جلوكوز كانت كتير أكتر من stimulation of insulin secretion من الآي في جلوكوز. تمام؟ وهذا ناتج لعنا الانكريتين إفكت, هاي زي الفرق بين الأورال جلوكوز وبين الآي في جلوكوز هي الانكريتين إفكت. تمام, فوقتها سميناها انتستينال انه هاي الانكريتين افكت انه مسؤول عنها انتستينال هرمون او الانكريتين. تمام, فايش سميناها؟ انتستين سكريشن انسولين, زي كانه اشي زياده انه زي ميكانيزم زياده بتساعدنا بالانسولين سكريشن. تمام, فالجلوكوز ذات فاوند ان ذا جي اي تراكت ويل ستيمولييت ذا ريليز اوف سيرتن انتستينال بيبتايدز اند ذس ويل ستيمولييت ذا انسولين سكريشن. هاي هون الميكانيزم, ان الجلوكوز اللي موجود بالجي اي تراكت هذا رح يعمل ستيمولايشن. مش حكينا انه الجلوكوز هو عباره عن ستيمولاي للانسولين, فهو رح يعمل زي ستيمولايشن للريليز اوف ايش؟ الانتستينال بيبتايدز. الانتستينال بيبتايدز او الانتستينال هرمونز هم هدول المسؤولين انه يعملوا لنا ستيمولات انسولين سكريشن. طب ايش في عندنا امثله على الانتستينال بيبتايد؟ عندنا زي الجي ال بي 1 وعندنا زي الجي اي بي. تمام, هلا رح نحكي عنهم لتحت.
فهون ببين لكم الإفكت تقريبا. هون شوفوا إذا إحنا أعطيناه شوفوا باللون الأزرق الغامق هو الأورال جلوكوز، باللون الفضي هو أو الجراي هو الانترفينيوس جلوكوز آي في. فشوفوا هون بالتأثير هون بالإنكريتين إفكت كيف قد الفرق، الفرق كتير واضح. فهذا الفرق كله بنسميه إنكريتين إفكت، تمام؟ So حكينا the incretin effect is mediated by two intestinal peptides. عنا أول إشي الGIP اللي هو insulinotropic polypeptide، وعنا كمان الGLP-1 اللي هو glucagon-like peptide 1، تمام؟ هلا أهم إشي أو خلينا نحكي الGLP-1 هو 10 times more effective than the GIP. ورح تلاحظوا إنه إحنا من ضمن الأدوية اللي عنا من ضمن الفاميليز للأورال هايبوغلايسيميك عنا الGLP-1 agonist، تمام؟ يعني إحنا جبنا مركب بيشتغل نفس مبدأ الGLP-1، تمام؟ فعشان هيك بس ما في أدوية بتشتغل على الGIP مثلا بتشبه الGIP، لا نشتغل على الGLP-1. ليه؟ لأنه هو كتير effective than the GIP، تمام؟ تقريبا the incretin effect is responsible for من 50-70% من total insulin secretion after oral glucose. تخيلوا انه 50-70% الزيادة بالانسولين هي سببها مين؟ the incretin effect، تمام؟ شوفوا قد ايه انه هي مهمة. هون عم بقارنوا بشخص، هاي الشخص هنا شخص ما معه diabetes، اما هون شخص معه diabetes type 2 diabetes وهون ما معه، تمام؟ فعم بقارنوا بالانكريتين افكت. طبعا بالانكريتين افكت بالشخص اللي ما معه type 2 diabetes طبعا كتير كتير اكبر من الشخص اللي معه اصلا type 2 diabetes. ليه؟ لانه احنا اصلا بالتايب 2 دايابيتيز يعني في عنا ديكلاي بالانسولين سيكريشن، في عنا ديكلاي بالانسولين افكت، وحتى في عنا زياده بالانسولين ريزيستنس. فهذول كلها عوامل بتقلل من الانكريتين افكت، تمام؟ يعني اذا بنقارنهم بين شخص ما معاه دايابيتيز وشخص معاه دايابيتيز، فشوفوا هذا قد ايه انه هون كتير اقل من هون مثلا، صح؟ لأنه هون في يعني في لسه عوامل تانية بتأثر على الانكريتين افكت، يعني بتأثر، يعني احنا في عنا انسولين ريزيستنس، في عنا ديكلاين بالانسولين سيكريشن وديكلاين بالانسولين افكت، فهذول كلها زي انه بتأثر، ولكن مع هيك في عنا زيادة بالانكريتين افكت فهو مفيد لإلنا، تمام؟ طيب فهون عم نحكي عن الجي ال بي 1 الجي ال بي 1 ايش على وين رح يشتغلوا، تمام؟ أو الـ physiology of GLP-1 secretion and actions on various tissues. أول إشي رح يشتغلنا زي ما حكينا على البيتا سيل، إنه هو بيروح بحفز الـ glucose dependent insulin secretion، إنه بسبب الجلوكوز بيروح بعمل stimuli للإنسولين secretion من البيتا سيل، تمام؟ تاني إشي عنا مثلاً هاي هون بالألفا سيل، مش بيأثر كمان بس على البيتا سيل، كمان بيأثر على الألفا سيل. إيش بيأثر على الألفا سيل؟ إنه بيقلل لنا الجلوكاجون، صح؟ بيعمل سبرس للبوستبرانديال جلوكاجون. حكينا الجلوكاجون هو عكس مين؟ الأمايلين وعكس الانسولين، تمام؟ بيروح كمان على الليفر، ايش بيعمل؟ بيروح كمان على الليفر بيعمل ريديوس للهيباتيك جلوكوز، يعني بيقلل الجلوكوز الجاي من الليفر، هاي كمان نقطة. بيروح على الستومك كمان، ايش بيعمل بالستومك؟ بيعمل سلو للريت اوف جاستريك امباتينج، شو بده يحفز الانسولين، صح؟ الانسولين سكريشن، فاوريدي الانسولين سكريشن الانسولين لما يكون موجود ايش بيعمل؟ بيقلل الجاستريك امباتينج او ببطئ الجاستريك امباتينج، فبنحس بالشبع، فهذا بيقلل لنا الابسوربشن اوف كربوهيدرات، هاي كمان نقطه. كمان بيروح على البرين، على البرين ايش بيعمل؟ بروموت ذا ساتيتي اند ريديوس ذا ابيتايت، يعني بيخلي الواحد يحس بالشبع وكمان بيقلل الشهيه. فشوفوا كانه يعني ضرب خمس عصافير بحجر، يعني شوفوا الجي ال بي 1 اجونست ايش بيعمل؟ بيعمل كل هدول، كانه بضرب خمس عصافير بحجر، بيروح على البيتا سيل بيزيد الانسولين سيكريشن، بيروح على الالفا سيل بيقلل الجلوكاجون، بيقلل كمان الاورال هيباتيك جلوكوز اوتبوت، بيقلل كمان السلو ذا ريت اوف جاستريك امباتينج، وكمان بروموت ساتيتي اند ريديوس ذا ابيتايت، تمام؟ طيب هلا بدي احكي لكم هون شغله، او قبل ما ابلش بالشغله هاي هلا بدي احكي لكم، او خليني ابلش، تمام؟ هلا اللي بحكي لكم انه الانكريتين هاف ا شورت ديوريشن اوف اكشن. ليه؟ الانكريتين ماشي بيعمل كل هدول، ولكن له ديوريشن اوف اكشن تبعته كتير قليله، يعني بسرعه بيخلص او بسرعه بينتهي مفعوله. يعني ليه؟ لانه احنا عندنا انزيم، هذا الانزيم اسمه DPP4، هذا الانزيم اللي هو DPP4 بيروح بيعمل ديجراديشن للانكريتين، يعني بيروح بيكسر الانكريتين الموجودين الGLP-1، تمام؟ طيب
فهيك انه صار في لهم شورت ديوريشن. طب احنا هيك ما استفدنا، يعني بدنا الانكريتين يكون لها لونجر ديوريشن. فعشان هيك في عنا مجموعه تانية من الادويه اسمها دي بي بي 4 انهبيترز. هم ايجنت بيروحوا بيعملوا انهبيشن للدي بي بي 4 انزيم، فبالتالي ايش بيمنعوا الديجريديشن تبع الانكريتين، فبالتالي بصير في عنا لونجر ديوريشن اوف اكشن. تمام، فعشان هيك اذا الدي بي بي 4 بيعمل انهبت للدي بي بي 4 انزيم ذات ريسبونسبل فور ذا كونفرتينج ذا ال جي ذا جي ال بي 1 تو ذا تو بي ان اكتف. تمام، ان هو بكسر الجي ال بي 1 وبيخليه ان اكتف. هاي الصوره هون عشان شوي تشوفوها، هاي الجي ال بي 1 بيكون اكتف اللي هو الانكريتين. تمام، من خلال الدي بي بي 4، من خلال الدي بي بي 4 هذا الرقم اللي هو باللاتيني معناه 4. تمام، من خلال الدي بي بي 4 بيروح بيحول الجي ال بي لجي ال بي انه يكون ان اكتف. تمام، فعشان هيك بيصير الديوريشن اوف اكشن عندنا قليله. طيب هلا بالنسبه لهي الحاله، بالنسبه لحاله الجي ال بي 1 اجونست او الدي بي بي 4 انزيم، انا في عندي حلين. يا حل زي ما حكينا انه احنا نستخدم نعمل بلوك للدي بي بي 4 انزيم من خلال الدي بي بي 4 انهبيترز، او الحل الثاني انه احنا نصنع جي ال بي 1 اجونست ولكن يكون مور ريزيستنت للهيدروليسيس، يعني يكون مور ريزيستنت للديجريديشن الجاي من الدي بي بي 4. تمام، فبالتالي بهالحالتين رح يعطيني لونجر ديوريشن اوف اكشن. تمام، طيب فحكينا وي هاف تو ابروتشز كان بي يوزد، عندنا الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست. تمام، اللي هو رح يعطينا سيميلر افكت للاندجينس جي ال بي 1. تمام، الجي ال بي 1 اجونست بنعطيه ك جيفن از سبكوتينس، وهاي هي مشكلته هون انه بس بنعطى از سبكوتينس. تمام، ولكن الناس بتحب انه تاخذ حبات، تاخذ انه تبلع حبات ان اورال، تحب الاورال كتير، ما بتحب كل شوي تغز ابره. تمام، فعشان هيك يعني سبب انه اخر لاستخدام الدي بي بي 4 انهبيترز اكثر، انه الدي بي بي 4 انهبيترز عادي بنقدر ناخذهم اورالي. تمام، ف اذا بدي اقارن هلا، اذا بدي اقارن انا بين الشخص العادي والشخص اللي باخذ دي بي بي 4 انهبيتر، بلاقي انه الانكريتين افكت اعلى بالشخص اللي باخذ الدي بي بي 4 انهبيتر. تمام، طيب هلا خلونا نرجع، تتذكروا انا لما حكينا عن الشخص العادي والشخص انه لما اعطيناه اورال جلوكوز واي في جلوكوز، وحكينا انه الاورال جلوكوز فرق الستيميليشن اوف انسولين سيكريشن كتير اكتر من الحدا اللي اخذ اي في جلوكوز، شفتوا هذا فرق الانكريتين افكت قد ايه كان كتير عالي من انه الشخص العادي. تمام، طيب هلا اذا انا بدي اقارن بين شخص العادي نفسه وشخص باخذ دي بي بي 4 انهبيترز، هلا الانكريتين افكت وين رح يكون اعلى؟ رح يكون اعلى بالدي بي بي 4 انهبيترز. ليه؟ لانه الدي بي بي 4 انهبيترز برضه عم ناخذ زي ايجنت بيعملوا ديجريديشن للانكريتين، فبالتالي هذا الانكريتين رح يضل موجود ورح يعطينا زي افكت عاليه، صح؟ رح يعطينا الانكريتين افكت، فهذا كتير أكتر، يعني زي كأنه إحنا عملنا دبل للقصة. تمام، يعني مثلا الشخص العادي في عنده إنكريتين إفكت، ولكن رح يجي عندنا دي بي بي 4 إنزيم ورح يعملها ديجريديشن، فبالتالي رح يصفي إنه الوقت مو يعني ماشي، رح يكون في إفكت ولكن ما رح تضلها كتير. أما الشخص اللي معاه دي بي بي 4 إنهبيتر، لا عنده إنكريتين إفكت ورح تزيد، رح تكون longer duration. ليه؟ لأنه عنا DPP4 inhibitor بيجي بمنع DPP4 enzyme. إن شاء الله تكونوا فهمتوا علي. طيب فإيش في عنا examples على GLP1 receptor agonist؟ عنا زي الإكسنلتايد، عنا ليراجلوتايد، ألبيجلوتايد، كلها بتنتهي بتايد عشان تميزوها. هم are resistant to degradation. هم إيش؟ are resistant to degradation، وهذا بيحللنا مشكلة short duration. تمام، ان هم خلص هم مقاومين للديجريديشن، فعادي بيضلوا موجودين. تمام، فرح يصير في لهم لونجر هاف لايف. هلا انا في عندي شورت اكتنج ايجنت ولونج اكتنج ايجنت. الشورت اكتنج ايجنت زي مين؟ زي الاكسينتايد. هذا الاكسينتايد باخده كسبكوتينس انجكشن توايس ديلي، باخده مرتين باليوم. تمام، باخده قبل الاكل، يعني قبل اول وجبه وقبل اخر وجبه،
يعني انا باخده مرتين، متى باخده؟ قبل اول وجبه وقبل اخر وجبه، تمام؟ يعني قبل البريكفاست وقبل الدينر، تمام؟ طيب اما اللونج اكتنج ايجنت زي زي الالبيجلوتايد وزي الليراجلوتايد، الليراجلوتايد بناخده وانس ديلي مره باليوم، اما الالبيجلوتايد شوفوا قد ايه له لونج اكتنج، يعني هو بناخده وانس ويكلي، يعني بس حبه واحده بالاسبوع، تخيلوا قد ايه انه له لونج اكتنج، تمام؟ فبرضه بناخده سبكوتينس انجكشن. طيب هلا خلونا نحكي عن الميكانيزم اوف اكشن زي ما حكينا من قبل. هذا الاربع نقاط هنا كثير بيشبهوا الرسمه اللي فوق ورجتكم اياها، اللي هي هاي، اللي هي هاي، تمام؟ فهلا ايش نرد نعيدهم على السريع، اللي هم انه اول شيء بوتنشيشن اوف جلوكوز ميدييتد انسولين سيكريشن، السبريس الجلوكاجون، سلو ذا كالسيك امبيتينج اند سنترال لوس اوف ابيتايت من البرين، صح؟ هلا في عندنا نقطه انه الاكسينتايد هاز بين شون تو بروموت بيتا سيل ريجينريشن اند ديفرنشيشن ان ذا بري ديابيتيك اند ديابيتيك رات، تمام؟ يعني هذا بيساعدنا، شوفوا ايش لقوا، هذا انه زي دراسة على الرات، لسه ما صارت على البشر ولكن على الرات، لقوا انه الاكسينتايد بيعمل زي بروموت للبيتا سيل انه بخليها تو ريجنريت اند تو ديفرنشيات، وخصوصا بالبري ديابيتك، تمام؟ بالبري ديابيتك اخذنا احنا اذا بتتذكروا البري ديابيتك هم الناس اللي مرحله السكري عندهم هي قبل مرحله السكري العادي، يعني ان هم مرحله ما قبل السكري، خلينا نسميها هيك، يعني انه اذا اهتموا بحالهم شوي اكثر واخذوا متفورمين مثلا وهيك خلاص بيقدروا ينتقلوا من هاي المرحله يصيروا لا خلاص ما معهم سكري، ولكن زي هاي المرحلة هي الحد الفاصل، يعني هل بيصيروا معاه بالآخر سكري أو لا، تمام؟ فالإكسينتايد لقوا إنه بالناس اللي باخدوا إكسينتايد بالبري ديابيتك أو الرات، يعني اللي باخدوا إكسينتايد بالبري ديابيتك لقوا إنه بيزيد عنا البيتا سيل ريجينريشن أند ديفرنشيشن، وهي هاي نقطة جدا مهمة، تمام؟ هلا in the absence of other diabetes drugs that cause low blood glucose and hypoglycemia associated with GLP the treatment is rare. إيش هون عم بحكي؟ بحكي إنه GLP-1 agonist ما بيسبب hypoglycemia، ما بيسبب hypoglycemia، تمام؟ إذا إحنا أخذنا GLP-1 agonist لحاله إنه ما رح يسبب hypoglycemia، تمام؟ كمان هو بيحتاج انه they require an injection، لانه حكينا الجي ال بي 1 بس بيتاخذ as a subcutaneous injection، فعشان هيك هنا هي المشكله انه الناس بيحبوا ياخذوا oral drug مش injection، تمام؟ نيجي هلا عن الادفرس افكت او السايد افكت، ممكن يسبب في عنا نوزيا، تمام؟ لانه هاي النوزيا ليش تسببت؟ لانه احنا صار في عنا ديلاينج بالجاستريك امبوتينج، زي مبدا الفلاتولنس ومبدا النوزيا والفوميتينج اللي صاروا بالالفا جلوكوزيديز انه بيشتغلوا على الكربوهيدرات الموجوده بالجي اي تراكت، نفس المبدا هون انه احنا عشان صار في عنا ديلاينج للجاستريك امبوتينج فهذا الاشي سوى لنا نوزيا، تمام؟ عادي بتنحل من 6 ل 8 اسابيع، بتكون محلوله ويعني resolves within 6 ل 8 weeks، تمام؟ هلا عندنا كمان بسبب عندنا بانكرياتايتس، البانكرياتايتس وخصوصا الناس اللي معهم اكسينتايد ممكن يصير في عندهم بانكرياتايتس اللي هو inflammation بالبانكرياس، تمام؟ ممكن يكون as a hemorrhagic pancreatitis or fatal necrotizing pancreatitis، تمام؟ فعشان هيك يعني هو شوي انه يعني الناس اللي معها مثلا بانكرياتايتس، الناس اللي معها هايبرترايجليسيراليديميا او الناس اللي بتاخد الكحول مثلا، هذول كلهم الناس بيزيد عندهم الريسك لانه يصير في عندهم بانكرياتايتس، هذول الناس ما بيصير ياخدوا اكسينتايد، ليه؟ لانه الاكسينتايد اصلا ممكن يسبب عندنا بانكرياتايتس، فاذا الشخص اصلا عنده ريسك فاكتورز بتخليه يصير في عنده بانكرياتايتس فاحنا ما بنفضل ناخد الاكسينتايد مع هذول الاشخاص، تمام؟ كمان ما بناخد الاكسينتايد مع الاشخاص اللي عندهم كرياتينين كليرانس اقل من 30 مل لكل منت. هلا الكرياتينين كليرانس ما بعرف اذا ماخدينه، ولكن كرياتينين كليرانس
بعملنا indication عن GFR اللي هو glomerular filtration rate، يعني إذا كان قليل إذا كان الكرياتينين clearance قليل معناه GFR قليل، معناه الكدني ما عم تشتغل مزبوط. تمام؟ فإحنا إذا كان الشخص عنده كرياتينين clearance أقل من 30 معناه إنه GFR عنده واطي، رح يكون عنده واطي. تمام؟ فبالتالي إنه إحنا نستنتج إنه الأكسنتايد ما بناخده بالناس اللي عندها renal impairment مثلا أو عندها GFR واطي، تمام، او عندها الكرياتينين كليرنس اقل من 30. هذا بالنسبه للجي ال بي. نيجي على الدي بي بي 4 انهبيترز، عندنا زي السيتاجليبتين، ساكساجليبتين، ليناجليبتين، فيلداجليبتين اند الوجليبتين. هذول كتير يعني اكثر الادويه بالصيدليات رح تلاقوهم على الدي بي بي 4 انهبيترز، كثير بينباعوا بالصيدليات. تمام؟ وهدول انكريز ذا سيركيوليتنج ليفل اوف ذا جي ال بي والجي اي بي، حكينا ان هم لانه احنا عم نعمل بلوك للدي بي بي 4 انزيم، فاحنا قاعدين عم نزيد الليفل تبعون الجي ال بي 1 والجي اي بي. تمام؟ طيب، فالدي بي بي 4 انهبيترز ابروفد از مونوثيرابي، يعني لحالهم نقدر ناخذهم لحالهم او نقدر نعملهم كومبينيشن مع مين، يا مع الميتفورمين او تي زي ديز او سلفينيليوريا او الانسولين، بقدر اعملهم كمان كومبينيشن مع الانسولين. تمام؟ طيب هلا مثلا الجي ال بي 1 ما بيصير اعمله، ممنوع استخدمهم مع الانسولين. شفتوا الفرق كيف؟ يعني ال GLP1 ما بصير استخدمه مع الانسولين. تمام؟ ولكن ال DPP4 inhibitors لا، لازم استخدمه مع ال، يعني عادي بقدر اعمل له كومبينيشن مع الانسولين، مع السلفينيليوريا، مع تي زي ديز. طب هلا بدي اسالكم سؤال، اذا انا عملت DPP4 inhibitors اخذت كومبينيشن او دراج عندي فيه كومبينيشن بين ال DPP4 inhibitors وبين السلفينيليوريا، هل الشخص رح يصير عنده هايبوغلايسيميا ولا لا؟ انك از اسايد افكت، يعني رح يصير له هايبوغلايسيميا. ليه؟ لان احنا اخذنا هاي الفكره سابقا انه لانه السلفينيليوريا اصلا بسبب هايبوغلايسيميا، فاعتبروها زي النت افكت اوف الكومبينيشن هذا. فالنت افكت انه هون صار في عنا هايبوغلايسيميا وذلك بسبب السلفينيليوريا مش بسبب الدي بي بي 4 انهبيترز. تمام؟ فهي مكتوب تحت هايبوغلايسيميا از نوت كومن وذ ذيس ايجنتس بيكوز انسولين سيكريشن ريزلت فروم ذا جي ال بي 1 اكتيفيشن از كوزد باي ميل ريليتد جلوكوز نوت فروم ذا بيتا سيل ستيميليشن. تمام؟ معنا عشان هيك الدي بي بي 4 انهبيترز ما بسببوا هايبوغلايسيميا. تمام؟ طيب الادفيرس افكت برضه بسبب عندنا نازوفارنجايتس، هيداكس، upper respiratory infection. تمام؟ فممكن حتى السيتاجليبتين، شوفوا تحت السيتاجليبتين بتسبب لنا acute pancreatitis، بتسبب لنا inflammation بالبنكرياس. تمام؟ فبالتالي أي إشي كان يتطبق على GLP-1 إنه من ناحية side effects ومن ناحية الأشخاص اللي ما بيصير ياخدوه، نفس الإشي رح يتطبق على DPP-4 inhibitor. تمام؟ فهون كمان بحكي لكم إنه renal clearance of the linagliptin is minor، يعني ما يعني احنا مش بحاجه انه اي شخص عنده رينال امبيرمنت انه ما ياخذ لينجليبتين، لانه احنا ما عندنا رينال كليرنس، يعني ما رح يكون في عندنا رينال كليرنس كثير قليل. فهمت علي؟ فبالتالي ما في داعي انه الشخص ما ياخذ لينجليبتين اذا كان عنده رينال امبيرمنت. ولكن عشان الحذر، يعني عشان انه يكون الشخص حذر وهيك، خلص ما ياخذ، ياخذ اشي امن. تمام؟ وكمان هون بحكي لكم معلومة إنه السيتاجليبتين والساكساجليبتين آر اكسكريتد رينالي. أوكي. هلا عنا الآخر مجموعة اللي هي الاس جي ال تي 2 انهبيتر. اس جي ال تي 2 انهبيتر اللي هي صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتر، حكينا إنه هذا زي ترانسبورتر. وين موجود؟ موجود بالكدني، موجود حتى بالبروكسيمال تيبيول. تمام؟ إيش وظيفة هذا الترانسبورتر؟ وظيفته إنه يعمل ري أبسوربشن للجلوكوز وللصوديوم، يعمل ري أبسوربشن للجلوكوز للصوديوم، يعني يرجع الجلوكوز والصوديوم لجوا الجسم. تمام؟ فإحنا بدنا نعمل انهبيتر انهبيشن لهذا الترانسبورتر بحيث انه الجلوكوز والصوديوم يضلوا برا، ما يردوا يفوتوا الجسم. تمام؟ فهيك رح يشتغلوا ما رح يشتغلوا على البوست براندنج جلوكوز او الفاستنج، بيكوز رح يزيدوا اصلا الاكسكريشن تبع الجلوكوز. تمام؟ هم رح يشتغلوا انه لا، هم رح يزيد الاكسكريشن تبعه،
مش انه رح يشتغلوا عليه انه يعملوا له انهبيشن او هيك، وانما رح يزيدوا الاكسكريشن تبع الجلوكوز. تمام، ايش الايجنت؟ عندنا زي الدباكليفلوزين، امباكليفلوزين، اند كانجليفلوزين، كمان هدول رح تلاقوا منهم بالصيدليات. هلا الاس جي ال تي 2 انهبيتر، هلا الـ SGLT2 inhibitor they promote the renal excretion of the glucose والصوديوم حكينا، so they will lower the elevated blood glucose الموجودين أو الهايبرغلايسيميا effect الموجودة بـ type 2 diabetes. الأدفانتج إله إنه برضه إله هايبرغلايسيميا إله كتير قليلة، ما في هايبرغلايسيميا، وكمان بيساعدنا بيعمل لنا weight loss. تمام، هلا بدي أسألكم سؤال وإنتوا لازم تطلعوا الجواب، إنه مين الإيجنت اللي بيسببون ما بس يعني من الأدفانتج إلهم الهايبرغلايسيميا إنه كتير قليلة أو ما بسبب هايبرغلايسيميا وكمان بعطينا ويت لوس؟ لقولنا الجواب هدول. يوم أنا حغششكم بواحد زي الميتفورمين إذا بتتذكروا، وفي كمان دواء تاني أو في كمان مجموعة تانية. تمام، أو سؤال تاني، يعني هلأ أنتوا بدكم بعد ما تخلصوا من المحاضرات لازم تكونوا قادرين تفرقوا بين كل ايجنت، بين يعني بين كل فاميلي، وتكونوا مثلا عارفين مثلا إيش الايجنت اللي بيسببوا هايبرغلايسيميا زي السلفنيليوريا مثلا، زي التيزيريز، ايش الايجنت اللي بيسببوا لنا مثلا ويت لوس، ايش الاشياء اللي بيسببوا لنا ويت جين، ايش الاشياء اللي ما بيسببوا لنا ويت لوس، قصدي هايبوغلايسيميا مثلا. تمام، طيب هون هيك صوره بتوضح، هذا الصور بيوضحوا لكم ايش مبدا عمل الاس جي ال تي 2، انه هو بالبروكسيمال تيبيول، فهو بيشتغل بيعمل انهبيت، اذا عملنا له انهبيشن فهو رح نعمل انهبيشن للري ابسوربشن. تمام، طيب هلا اذا الصوديوم جلوكوز ترانسبورت، صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتر از ابروفد فور ذا تريتمنت اوف تايب 2 دايابيتس. تمام، طبعا مع الدايت والاكسرسايز از امونوثيرابي، يعني اذا احنا نستخدمه از امونوثيرابي لحاله بدون اي دواء ثاني لازم يكون معاه دايت واكسرسايز. طبعا الدايت والاكسرسايز بكل الادويه، مش بس انه معاه، يعني بكل الادويه لازم تكونوا عاملين الدايت والاكسرسايز وهيك، او كومبينيشن مع other anti-diabetic agent اللي عشان improve the glycemic control. ايش في عنا adverse effect؟ هلا في side effects هيك شوي غريبة، انه ممكن يسبب عنا urinary tract infection او genital tract infection، genital infection. ليه؟ ايش برأيكم ليش؟ لانه هلا احنا مش احنا عملنا من خلال هدول الفاميلي احنا عملنا الجلوكوز اكسكريشن برا الكدني، انه برا الكدني صح، فصار عندنا كل الجلوكوز موجود باليوريا، فصار في احنا ايش عندنا جلوكوز يوريا، الجلوكوز كله موجود باليوريا صح. طيب هذا الجلوكوز الموجود باليوريا مش الجلوكوز البكتيريا بتحتاجه، ويعني هو البكتيريا يعني يعد كغذاء للبكتيريا كمان. طيب فهذا اذا كان في احنا بكتيريا عندنا باليورين، مش وقتها هي بتساعدنا او انه يعني رح تاخذ الجلوكوز فبالتالي رح تتفعل ورح تتنشط يعني وهيك، ويصير في عندنا تنمو وهيك ويصير لها جراوث، فبالتالي رح يصير في عندنا يوراني تراكت انفكشن. فهمتوا ليه؟ تمام، ممكن يصير في عندنا هايبرتنشن، ممكن يصير في عندنا هايبركاليميا. الهايبركاليميا لانه احنا كمان قللنا مستوى الجلوكوز قصدي الصوديوم، صار مستوى الصوديوم كتير قليل، ومين بيلحق الصوديوم؟ الووتر، فبرضه صار مستوى الووتر كتير قليل، صار عندنا هايبوفولوميك مثلا. فبالتالي اذا بتتذكر بالفارما 1 اخذنا عن الدايوريتكس صح، اخذنا عن الدايوريتكس وحكينا كمان انه كل ايجنت او كل فاميلي من الدايوريتك ايش بتعمل، وحكينا مبدأ عملهم انه احنا لما يصير في عندنا انه الصوديوم يطلع والووتر يطلع، فبالتالي عندنا البوتاسيوم رح يضل رح يسبب عندنا هايبركاليميا صح، وهذا اكتر اشي رح تلاقوه بالسبيرينج دايريت بوتاسيوم سبيرينج دايريتكس اذا بتتذكروا. طيب ممكن يصير في عندنا كمان بوني فراكتشر اللي بيسببها عندنا الكانكليفلوزين، وممكن يسبب في عندنا ديابيتك كيتو اسيدوسس. هلا السبب انه ليش الاس جي ال تي 2 انهبيتر بتسبب عندنا ديابيتك كيتو اسيدوسس لسه مش معروف، يعني ما لسه مش معروف الميكانيزم انه كيف سبب، كيف الاس جي ال تي 2 انهبيتر سبب ديابيتك كيتو اسيدوسس. تمام، اخر نقطة بدي احكيها، لما تاخذوا ثيرابي رح تلاحظوا بال
الهارت فيلير وال... او لما تاخذوا عن هارت فيلير والشغلات هدول يعني الكونديشن المتعلقين بالقلب، من ضمن البريفنشن ايش بعطوهم للناس؟ بعطوهم حتى لو هم ما معهم ديابيتيز بعطوهم اس جي ال تي 2 انهبيتر. ليه؟ لانه بيشتغل على مبدا الصوديوم، الصوديوم بما انه قلل الصوديوم فبالتالي قلل الهايبرتنشن فبالتالي ساعدنا بالكونديشن تبعتنا صح؟ فيعني هيك بس خلوها بفكركم او المعلومه براسكم، وهيك بنكون خلصنا. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله الفيديو القادم راح يكون بالهايبوثالاموس والبيتيوتري هرمونز او عن الاندوكراين هرمونز.